تعود هذه المشاهد إلى 28 من آذار من العام 2013، حين تمكن ثوار داعل من تحرير مدينتهم ضمن معركة أم الشهداء. عامان على التحرير، وما زالت المدينة عرضة لقصف آلة النظام الحربية بشتى أنواعها. تقصف مدينة داعل، الله أكبر. رغم مرور عامين على تحرير مدينة داعل، ما زالت حتى هذه اللحظة تقصف بشتى أنواع الأسلحة، إن كان بالجو وإن كان بالمدفعية الثقيلة والصواريخ. وكأن النظام لم يشفي غليله بعد من أهل هذه المدينة، فيقتل أطفالا ونساء آمنين في بيوتهم. تولت إدارة المدينة عقب تحريرها هيئات وشخصيات مدنية كالمجلس المحلي، الذي قام في تجربة فريدة بتنظيم الشؤون الإغاثية والخدمية لأهالي داعل والنازحين إليها. كأي منطقة محررة، قطع النظام علاقته المدنية مع المدينة، ونتيجة لذلك تم تشكيل مجلس الإدارة المحلية المعني بكافة المجالات المدنية في المدينة، وأهمها المجال الخدمي والمجال الإغاثي والمجال الصحي. هناك الكثير من الصعوبات ناجم عن التحرير، ولكن نجحنا في هذه التجربة خلال سنتين كاملتين. في ذكرى تحرير مدينتهم، يحتفل أبناء داعل من خلال حملة لتشجير مدينتهم وافتتاح لمشفى نبض حوران بعد التوسعة الأخيرة وإضافة أقسام جديدة إليه. اخترنا أن يتم افتتاح قسم جديد من مشفى نبض حوران بذكرى تحرير مدينة داعل. القسم الجديد يضم صيدلية ومخبر وغرفة استشفاء وقسم خاص بالإسعاف وغرفتي عمليات مجهزة بكامل المعدات بإذن الله تعالى. عامان على تحرير داعل، وما زالت روح الثورة تنبض هنا رغم تلقيها موجات من القصف في محاولة من النظام بقلب الأهالي على الثورة. بشر أحمد، أورينت نيوز، درعا.